معكم موقع العرب. والاهل لو سمحتوا احنا داعيينكم طبعا على لقاء وعلى محاضره في المكتبه، نطلع مع بعض اذا ممكن، ودشروا الاولاد اسا لحالهم، اركنوا عليهم وما تخافوش كثير عليهم، احنا فوق بالمكتبه واسا بنضم لكم انا كمان اذا ممكن الاهل تنضموا معنا على المكتبه. امي وانا من النوع اللي بعرق كثير، يعني في 10 شهور بدي اقسم، بده ياخذ وقت، فرجاء تسمع الكل، اللي اذا بتضل واحد بالتالي ما طلع اسمه بيستناني هناك، بتدور على اسمه، بتطلع مع مربي الصفوف على الغرفه اللي انا بوديكم، مش راح تكون الغرفه هاي هي، لانه في عندنا غرف مش مشطوفه بعدها وفيها دار وشغلات بتشتغل، نهار الثلاثة الصبح ان شاء الله احنا نقسم كل واحد بالغرفه تاعته. واضح؟ تسمعني؟ في عندنا قدكم الثوامن، في عندنا قدكم التواسع، يعني احنا مدرسه مش مدرسه، عندنا 3 مدارس، لذلك المحافظه على النظام هو شيء اساسي بالمدرسه. واضح يا ابوي؟ مفهوم؟ طيب 7-1 مربي الصف معلم حكمان، وين معلم حكمان؟ بداية السنة الدراسية، الهدف طبعا انه احنا بدل ما نفوت بواحد 9 ونبلش الاولاد ومش عارف مين مربي الصف والاخرة، بنحب نعملها قبل فترة على اساس انه الاولاد يكونوا عارفين بواحد 9 كل واحد وين هو موجود، وكمان هدف طبعا انه نلتقي مع الاهالي، بس السنة شوي الموضوع بيختلف عن سنين سابقة، مساعدة لجمع اولياء الامور كل المدارس الابتدائية اللي بيجوا منها طلاب لعنا، احنا يعني كمدرسة اعدادية بيجي عنا طلاب من مدرسة السلام، مدرسة باء، من مدرسة الغدير، من العين، من الصفا، واكم من ولد بيجونا من مدرسة دال، يعني الاولاد لما بيلقوا هون ونخلطهم احنا ما بنحطنش اللي من السلام لحال واللي من العين لحال، بنخلط كل الاولاد مع بعض وبنقسمهم بالصفوف. وانتم طبعا كاهالي قسم انتم بعرفوا بعض، قسم بيعرفوش بعض، فالهدف طبعا من هذا اللقاء انه كمان احنا نتعرف عليكم، وبالذات الاهالي اللي اولادهم من طلاب صف سواء، في هناك طبعا شغله الانتقال من الفتره الابتدائيه للفتره الاعداديه. السنه اللي فاتت خلال كل السنه كان في هناك جلسات بمشاركه لجان اولياء امور واهالي، وانبنت خطه مشاركه طبعا عندنا المدرسه مع المدارس الابتدائيه، انبنت خطه سنويه من بدايه من اخر السنه اللي نفدها لاخر هاي السنه الدراسيه، بسموها خطه معبرين، خطه للفتره الانتقاليه. اول قسم متنفذ من هاي الخطه هو باخر السنه، واكيد اولادكم حكوا لكم لما قالوا على المدرسه استضفناهم، عملوا فعاليه، تعرفوا على المستشاره، على قسم من الطاقم اللي موجود، وطلعوا شوي من الشغلات اللي عندهم. انا 10 بس انا عندي تخوفات، لانه السرعه ممكن يكون من الشيطان وفيها ممكن يكون مشاكل، بس بالنسبه للتطعيم ممكن يحصل، اذا حصل بشهر 10 انا بعتقد، امبارح سمعت مسؤول، امبارح او البارح سمعت مسؤول من دبليو اتش او مؤسسه الصحه العالميه الموجوده في جنيف، في ان مندوب هناك الاخ كمال خلايق، يقول الاستاذ جمال مدير قسم كان طلع بنسل عرض رجعوه السنه 6 اشهر، ف بالنسبه للتطعيم يتوقعوا ان يحطوا التطعيمين مع بعض، يعني يعطوا 2 مع بعض وهيك بمنعوا الانفلونزا بشكل عام. على فكره الانفلونزا يعني التطعيمات بتعطي مناعه ب 70% من الحالات، 30% بضلوا مكشوفين حتى لو اخذوا التطعيم. كم شيء صاروا الاهل لهون او عدد قليل منهم؟ ما بنقولش انه احنا كل الاهل من نفس النوعيه، بس احنا حابين برضه كمدرسه شايفين انه حلقه، احنا لازم تكون حلقه وصل مدرسه طلاب اهل، حلقه متكامله، حابين احنا انه يكون مشاركه الاهل اكثر، فقلنا نبلش بالاجر اليمين من اول السنه، نبلش مع الاهل برضه من البدايه، كيف بنبلش مع الاولاد نبلش برضه مع الاهل. فعشان هيك حبينا اليوم نعطي محاضره عن اللي شغلت عده نواحي، وهون راح يكون عن المرحله الانتقاليه من الابتدائيه للاعداديه، كيف بنعرف احنا حتى احنا ككبار لسه ما ننقل من محل لمحل، طبعا بتواجهنا صعوبات، ممكن يكون بيئيه، ممكن يكون ماديه، عده صعوبات، فبرضه هن كطلاب اللي هن بعد ان يعتبر صغار، بعد مش قايل بنقولش عن انهم بالغين، برضه ممكن يواجهوا صعوبات معينه، وكثير مهم احنا كاهل نمشي معهم، نسمعهم، نرافقهم بهي الفتره لحتى يمروا هاي الفتره، اهم شيء هي فتره السابع كثير مهمه، اذا احنا اشتغلنا عليهم منيح كيف منيح فتره السابع هاي المرحله، كثير اولاد ممكن ينجحوا ويمروا هاي الفتره بسهوله وبنجاح.